شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. روى الشريف الرضي رحمة الله تعالى عليه في كتابه القيم نهج البلاغة عن مولى الموحدين وإمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، أنه قال في صفة المتقين: فهم والجنة كمن قد رآها، فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. مقدمة قصيرة. علماء الأخلاق يقولون إن علم الإنسان بحقيقة من الحقائق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: وهذا التقسيم مبني على حقيقة كلية ذكرت في محلها، وهذه الحقيقة إن في هذا الكون الذي نعيش فيه توجد هنالك مجموعة من الحقائق يقال لها الحقائق التشكيكية. الحقائق التشكيكية هي الحقائق التي توجد فيها مراتب وتوجد فيها درجات. كمثال بسيط للحقيقة التشكيكية: حقيقة النور، النور حقيقة في هذا الوجود،
ولكن هل النور في درجة واحدة؟ الجواب كلا. عندما تشعلون كبريت، هذا النور في لحظة الانطفاء، وهو نور قليل، هذا نور، ونور الشمس أيضا نور، وبين هاتين المرتبتين من النور ما لا يعد ولا يحصى من المراتب. هذه حقيقة لها مراتب. العلم أيضا، العلم عبارة عن الانكشاف. شيء كان بينكم وبينه حجاب، انكشف ذلك الشيء لكم، هذا الانكشاف هو الذي يقال له العلم. ولكن هل هذا الانكشاف في درجة واحدة؟ الذين يعتقدون بشيء، كلنا نعتقد بالآخرة، احنا الآن الجالسون هنا كلنا نعتقد بوجود الآخرة، كلنا نعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى، ولكن هل هذا الاعتقاد في درجة واحدة؟ الجواب كلا. هنالك درجات وهنالك مراتب. ما هي هذه المراتب؟ علماء الأخلاق يقولون إنها مراتب ثلاث. المرتبة الأولى علم اليقين، المرتبة الثانية عين اليقين، المرتبة الثالثة حق اليقين. ماذا تعني هذه الكلمات الثلاث؟ علم اليقين ما عندك تماس مباشر مع الحقيقة، ولكن أنت مقتنع بتلك الحقيقة اقتناعا جازما. إذا ما عندك تماس، كيف اقتنعت بهذه الحقيقة؟ لأنك رأيت آثارها تنتقل من المعلول إلى العلة، أو تنتقل من العلة إلى المعلول، أو تنتقل من اللازم إلى الملزوم، أو تنتقل من الملزوم إلى اللازم، أو تنتقل من أحد المتلازمين إلى الآخر. ما يصطلحون عنه بالانتقال أو الدليل اللمي أو الدليل الإني. ولذلك أنت تؤمن بتلك الحقيقة التي لا تماس مباشر بينك وبينها. أكو واحد منكم شايف الكهرباء؟ أكو عالم من العلماء رأى الكهرباء؟ كلا. ولكن لماذا نؤمن بوجود الكهرباء؟ لأننا رأينا آثارها، هذا يقال له علم اليقين. كلنا نؤمن بوجود الروح. أكو واحد منكم شايف الروح؟ أنتوا الروح تعيشون وياها 50 عام، 80 عام، 100 عام، أكو واحد منا شاف الروح؟ لا. لماذا نؤمن بالروح؟ لأننا عرفناها من خلال آثارها، هذا يقال له علم اليقين.
النوع الثاني عين اليقين. في هذه المرتبة أنت ترى الحقيقة عياناً، تشوف الحقيقة. مثلاً يقال لك إن هنالك نار محرقة، مرة تسمع بذلك، مرة ترى الدخان فتعلم بوجود النار، ومرة تأتي وترى النار أمامك، هذا يقال له عين اليقين. هاي مرتبة ثانية. المرتبة الثالثة اللي هي أقوى من المرتبتين الأوليين حق اليقين. حق اليقين، تأتي إلى النار التي رأيتها وتضع يدك عليها وتستدفئ بها في الشتاء، فانتقلت أنت من علم اليقين إلى عين اليقين، ثم انتقلت من عين اليقين إلى حق اليقين. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في هذه الخطبة يقول إن المؤمنين بالنسبة إلى الآخرة لا يوجد عندهم فقط إيمان غيبي بالآخرة كعلمنا بالأشياء المغيبة. إحنا الآن نعلم بكثير من الأشياء المغيبة عنا، المتقون ليسوا هكذا، وإنما فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون. الإنسان الذي رأى الجنة ومتنعم بنعيم الجنة، ما هي حالته؟ المؤمن في هذه الدنيا يرى الجنة هكذا كأن الجنة أمامه، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. حالة انكشاف وحالة شهود. كيف تتولد هذه الحالة؟ ليش إحنا ما عدنا هذه الحالة؟ لأن الدنيا تحجب، الذنوب تحجب. هنالك رواية لطيفة مروية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كما اللهم صل على محمد وآله، على ما أتذكر يقول: لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض. إحنا ليش ما نشوف باطن هذا الكون؟ إحنا نشوف مجرد ظواهر، لماذا لا نرى الباطن؟ لأن الشياطين يحومون حول قلوبنا، لأنه الذنوب تحجب. الله تعالى يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه تمنع الرؤية وتمنع المشاهدة وتمنع الانكشاف. ولكن المتقين الحقيقيين هؤلاء يرون الآخرة والجنة والنار أمامهم. ما هو الفرق بين هذا الجدار والمرآة؟ الجدار هذا لا يعكس الصورة اللي أمامه، بينما المرآة تعكس الصور اللي أمامها. ما هو الفرق؟ المرآة فيها حالة شفافية تعكس، وهذا الجدار فيه حالة غلظة وكثافة ما تعكس، لا يعكس.
القلوب الكثيفة الغليظة لا تنطبع فيها صور الواقعيات، بينما القلوب اللطيفة الشفافة ترى الواقعيات. ولذلك المؤمن يرى الآخرة، يرى الجنة، يرى النار، أو كأنه يراها. كان عندنا مرجع من مراجع التقليد كان في طهران، وتوفي قبل لعله حوالي 15 عام. ابنه نقل لي هذه القضية، قال في يوم من الأيام أبي قال لي السيد الخنساري رحمة الله عليه تنقل عنه قضايا غريبة وعجيبة. يقول أبي قال لي في هذا اليوم أنا كنت في محضر مجموعة من الأكابر. من هم هؤلاء الأكابر؟ لم يفصح عن ذلك. يقول ابنه فقلت له في عالم النوم أو في عالم اليقظة؟ قال لا، بل في عالم اليقظة. ورأيت شابا يأتي إلي وهو يبتسم، وعرفت أن هذا الشاب الذي يبتسم لي هو ملك الموت. وأنا أتعجب لماذا الناس يخافون من هذا الشاب اللطيف. واضح هذا الشاب لطيف للسيد الخنساري، ما يخاف منه، ولكن الأفراد الملوثون بالذنوب يخافون من الموت ويخافون من ملك الموت. الله تعالى يخاطب اليهود، اليهود دائما يخافون من الموت من قديم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اليهود ما عندهم شجاعة، كل من وراء الكواليس يعملون ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، يخاف. وأنا أتعجب لماذا يخاف الناس من هذا الشاب اللطيف. يقول قال لي هذه الكلمة وانتهت القضية. في يوم من الأيام بعد فترة طويلة والدي قال لي هذا الشاب الذي رأيته في ذلك اليوم اليوم يجيني. يعني شنو؟ يعني اليوم يوم موتي. هذا بحث تفصيلي، أن بعض الأفراد يطلعون على زمان موتهم. ثم قال لي أنا من 90 عام ما تركت، هذا كل تعليم إلنا، ما تركت قراءة سورة المؤمنون في أيام الجمعة. 90 عام أنا في كل جمعة أقرأ سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. فقرأ سورة المؤمنون في ذلك اليوم، وبعد ذلك رأيته يبكي يذكر مصائب أهل البيت ويبكي مع نفسه. هذا صبح. يقول بالليل جاءت له أمي بكوب عصير، قال انتهى بعد شربي في هذه الدنيا انتهى، ومات بعد 10 دقائق. هؤلاء يعيشون عالم آخر، الحقائق مكشوفة لهم.
المتقي هكذا يعيش، والسر أن قلبه قلب شفاف، قلب ما لوثته الذنوب. نحن ينبغي علينا أن نوجد في أنفسنا هذه الحالة، الاستحضار الدائم للآخرة. الجد رحمه الله كان يقول أنه واحد كل عمل يعمل، كل قول يقول، كل نظرة ينظر بها، لازم يفكر عند جواب ليلة أول القبر لو ما عند جواب. هذه الكلمة التي أقولها في الليلة الأولى من القبر يسألونني عنها، عندي جواب أو ما عندي جواب؟ هذه حالة المؤمنين، حالة استحضار دائم للآخرة وللجنة والنار. إحنا إذا أوجدنا هذه الحالة في أنفسنا نتحول إلى أفراد آخرين، سلوكنا يتغير، أعمالنا تتغير، مشينا يتغير، نتحول إلى أفراد آخرين وسلوكنا يتحول إلى سلوك آخر. أنقل هذه القضية لكم أيضا وأختم بها الموضوع. العام حفظه الله كان ينقل عن واحد من كبار العلماء في قم، وهو الشيخ مرتضى الحائري، كان واحد من كبار العلماء. يقول الشيخ مرتضى الحائري: في يوم من الأيام رأيت في عالم الرؤيا شخصا يقول لي إنك تموت في الليلة الكذائية، مثلا ليلة الجمعة هذا وقت موتك. يقول أنا قمت من النوم وفكرت أن الرؤيا المنام مو حجة، ولكن محتمل أن هذه الرؤيا تكون رؤيا صادقة، ففكرت ماذا أعمل الآن إذا يقولوا لنا أنه بعد أسبوع يوم وفاتنا ماذا نفعل؟ يقول فكرت أن أعمل ثلاثة أشياء. إحنا هذه الأشياء يجب أن تكون مد نظرنا دائما. الشيء الأول أراجع اعتقاداتي حتى تكون اعتقاداتي عن يقين لا عن تقليد، أرسخ اعتقاداتي. إحنا نحتاج إلى ترسيخ الاعتقادات الحق. ليش بالأدعية نقرأ وأشهد أن الموت حق والقبر حق وسؤال منكر ونكير حق، حتى هذه العقائد تترسخ في قلوبنا؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أصفي ما علي من الديون والتبعات، إذا مديون لواحد أؤدي دينه، إذا علي قضاء صلاة أؤدي تلك الصلاة، إذا مغتاب واحد من المؤمنين أستحله، أصفي ما علي من الذنوب والتبعات. الشيء الثالث دورة صلة أرحام، من أرحامي أقربائي أزورهم جميعا قبل موتي، ففعلت هذه الأشياء الثلاثة. يقول في الليلة الموعودة أفرض ليلة الجمعة تأخرت في المجيء إلى البيت، كأنه واثق من نفسه لا يخاف، لأن الإنسان الذي صفى بعد ما يخاف من شيء. يقول تأخرت في المجيء إلى البيت ولم أخبر أحدا، حتى عائلتي ما أخبرتهم، اجيت الى البيت فرأيتهم جميعا نائمين وما يعلمون بالقضية.
جلست كتبت وصيتي وضعت وصيتي بقربي ونمت. إحنا إذا يقولوا لنا بعد 10 دقائق موت، موتنا نتمكن النوم؟ أكو بعض المرضى الأطباء يقولون لهم بعد 6 شهور هذا المريض يتوفى بداء خبيث، بعد ما يتمكن ينام تنهار حياته، تنهار معنوياته. ولكن المتقين لا يهابون الموت، لا يخافون الموت. عمر الموت أمام نظرهم، وعمر أعدوا لهذا الموت ولهذه الحياة، فليش يخافون؟ يقول فنمت في عالم الرؤيا، رأيت ملك الموت من بعيد دا يجي وهو يبتسم لي. يقول أنا قعدت في مكاني عندما شفت ملك الموت دا يجي من بعيد، بمجرد ما قعدت شفت ملك الموت وصل إلي مع أنه كان بمسافة بعيدة. ملك الموت قال لي قد تأخر موتك فنم. يقول أنا منمت، أنا أحتمل أنه على أثر صلة أرحامه تأخر أجله وتأخر موته، لأن صلة الأرحام تؤخر الأجل وتطيل العمر. على كل حال نحن يجب علينا أن نضع الآخرة نصب أعيننا دائما، وأن نضع الجنة والنار أمامنا، حتى في يوم من الأيام إذا انتهت مدتنا في هذه الحياة نقدم على دار مهيئة قد عمرناها بإيماننا وبأعمالنا الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب الظلام وبين نور مشرق هدي ينور.